توفي الملاكم الأمريكي السابق روبن كارتر الملقب بالهاريكين أو الإعصار عن عمر ناهز 76 عاما، قضى منها حوالي 20 خلف القضبان بتهمة القتل. روبن كارتر الذي كان أفضل ملاكم أمريكي بوزن الوسط في الستينيات سجن عام 66 رفقة صديق له بتهمة قتل مزدوج. ورغم غياب الأدلة واعتماد الشرطة على شهود عيان غير موثوق بهم، تم إدانة كارتر بالتهمة وسجنه حتى عام 85، عندما قررت محكمة أمريكية إسقاط التهمة لخروقات في الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع القضية عام 66. وبعد تبرئته هاجر كارتر لكندا ليتزعم حملة لتبرئة المساجين من ضحايا العدالة. حملة تبرئة روبن كارتر المشهور بلقب هاريكين أو الإعصار ساهم فيها عدد كبير من المشاهير، تقدمهما الأسطورة محمد علي. وشملت الحملة فيلم هاريكين من بطولة الممثل الشهير دانزل واشنطن عام 99. فيلم يحكي قصة الملاكم روبن كارتر من بدايتها وحتى إطلاق سراحه عام 85. الفيلم وصفه دانزل واشنطن بأعظم عمل شارك فيه وكاد أن يفوز بفضله بجائزة أفضل ممثل رئيسي. Was box. Can you believe that black punk? He thinks he's champion of the world. Authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of.